الله يرحمه الله يوسع عليه. جات لينا المدالو إنا لله وإنا راجعون، صدماتنا واحد الصدمة كبيرة، لأن واحد السيد كنعرفوا فيه واحد الصرامة وواحد الابتسامة وواحد الراجل واحد الدري ما كانش بالمثل ديالو، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأنا ما حضرتش ليه، كنت مسافر في الطريق ملي قالوا عليا في الطريق تفاجأت. قلت له ما يتمكنش بأن السيد راه بأن عرفنا حنا ما كيهضر كيهضر معنا ولينا بالضحك واللعب وسميتو واحد السيد ما نوصفش ليك الصفة ديالو ولا الأخلاق ديالو ولا عائلته. واحد السيد أخ ديالنا وفقدنا واحد السيد زعما إلى لله وراجعون، هذا هو الهدف. نعم يلا تخرج مسكين يلا خدم يلا تكون يلا بغى يهز مالي الوالدة ديالو يلا بيكون راسو يلا سميتو بما وقع لي هذه الفاجعه تصدمنا منها. وكنعانيو في هذا المشكل اللي فاش تقتل هذا السيد، لانه كان غير بغى يفك لنا واحد جوج دراري مضاربين مقارقبين وسكرانين وسميتو كان بايفكم مسكين وساعة ولا هو الضحية في هذا المشكل، ومشى على رجليه تلطى السبيطار وما لقى لي يعانيه، مشى على رجليه مسكين طل السبيطار ديال الانزكان، مشى على رجليه وما كاين شكون ما قالوا له. انا كنسمع لان كنت مسافر كنسمع بانه ما كاين حتى العنايه اللي غادي اللي يديها فيه، لقى غير اللي استاجر تما ما كاين اللي سميتو تا تفقد سميتو ديالو. والناس سكرانين ومقرقبين وواحد الحاله لا زعما لا اله الا الله، واحد الحاله ما كتصلح ما كنقدروا نخرجوا باقي ما كنقدروا نجلسوا مع اولادنا نسمعوا السبان والكراجات كيضربوا والديور كيضربوا ما كاين الشراب والتقرقيب والمسائل الخطيره ولات بصفه عامه في الدروبه القدام عندنا اللي فين زكان. السلام، سميتي يونس من احد ابناء مدينه انزكان. الناس كيقولوا بان داك الدري اللي قتل وقيله ما كاينش الوعي ديالو. المهم انا اللي باغي نقول اللي باغي نوصل انا في هذه القضيه بان السيد ما قدرش ما يجيش وهذا يقتلو، يقدر ما يكونش في الوعي ديالو ولا شي حاجه. الدراري لا اله الا الله، البليه بنادم بليه وشحال من حاجه. واحد الحاجة اللي كنطلب في السلطات ديال مدينة انزكان انهم يوفروا للشباب فاش يتلعاو، فاش هادي يضيعوا الوقيته ديالهم. بنادم ما كيتلاقى ما يدير كيخرج كيضرب حبة كيضرب جوج كيبان ليه بنادم إذا لا إله إلا الله تعالى زينة. قالوا لي داكشي بأما سمعت أنا ضربوه في العنق ديالو، أنا سمعت وصافي داكشي اللي قالوا لي. لا ما عرفتش انا كندرويش داكشي كنسمع كندرويش داكشي اللي كيقولوا عليه الناس. انسان طيب. المهم واحد الحاجه اللي نوصل انا في هذا الموضوع هذا، لان الشباب ديال 15 عام ما كيتلاقى ما يدير كيخرج للبليه. اللهم بنادم يوفروا شي حاجه في انزكان ما فيها بنادم ما يدير كيتلاقى ما يدير كيمشي كيريح في شي قند المهم الدواء كيتقرقى بالحشيش. كون كان شي حاجه موفره في مدينه انزكان بنادم ما غاديش ينوض غادي يدير بحال هاد السناد هادو، بنادم ما يدير يوفروا شي حاجه للخدمه شي حاجه للشباب ما دير.